Qari'ah cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta 127 akan membacakan surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 52 dan seterusnya, halaman 369. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون
Boom!